السلام عليكم الأخوات، مرحبا بكم معايا إن شاء الله. وصفة جديدة على قناتي وقناتكم وصفات الناجحة، معكم عائشة إن شاء الله. بالنسبة للأخوات اللي ما كينجحش ليهم الكاب كيك، تبعوا معايا هذه الطريقة اللي كتجي سهلة، وتشاهدوا معايا كيفاش خصو يكون العجين. أنا غادي ندير الحشوة ديال التوت البري، داك لي فرومبواز. دابا وقتهم وقت الفريز، جميع الانواع ديال الفريز دابا راه كاينين كما شاهدتوا معايا. وصفه ناجحه ان شاء الله، وشوفوا كيفاش طالعين ورطبين. نتمنى ان شاء الله بالنسبه للاخوات اللي ما كينجحوش معاهم يتبعوا معايا الوصفه، راه وصفه ناجحه، وتقدروا تنوعوا بجميع انواع الحشوات ولا ديروهم بالشوكولاط. كما شفتوا داك الحشوه اللي درت فيهم، كانوا عندي لي فرومبواز هكا في المجمد، حطيتهم. تقدروا ديروا الفريز، تقدروا ديروا غير الشوكولاط من الداخل، اي حاجه بغيتوها، ولا تخليهم عاديين. مقادير بساط، انا صراحه غادي ندير فيهم واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده باش يعطيوني داك لوغو، تيجيو بنان الا درتي فيهم الزبده ماشي غير الزيت. هنا اذا كانوا عندكم 2 بيضات كبار، ديروا غير 2 بيضات، انا كانوا عندي صغار حتى خرجتهم ولقيتهم صغار وزدت وحده. هنا درت 3 البيضات يكونوا بدرجه المطبخ، ما يكونوش باردين، شويه المليحه، وطلعت مزيان البيض. هنا غير كنحاول نقطع الفيديو، دابا راني خدمت البيض مع السكر مزيان حتى داب ليا داك سنيده. كاس لاروب ديال الحلاوه ديال السكر، انا عرفتوني ما كنكثرش بزاف السكر، درت كاس لاروب صافي. هنايا ذوبت شويه الزبده مع جمدات ليا تقريبا 1 2 معالق ديال الزبده، تكون زبده حيوانيه باش تعطينا المذاق. وكل مره كنزيد شي مكون الا وانني كنخلط مزيان. وهنا كاس الحليب دافي، ما يكونش بارد باش ما يهبطش لينا الخليط. وهنايا انا غادي نسم بهذا، صراحه شحال وانا كنقلب عليه حتى لقيته، قلت هو اللي غادي نسم به. هذا هو الفاني الطبيعي البيو، ماشي النسمه، داكشي اللي كناخذو حنا نسمه الفاني، ولكن باش الاخوات اللي ما عمرهم جربوه الا لقيتوه، واخا الثمن ديالو شويه طالع، ولكن تيعطينا واحد التركيز ديال الفاني، راه ديروا منه غير شويه تيكونوا فيه دوك الحبيبات، دوك الحبيبات من الداخل كما كتشوفوا، بحال امباط هاك. مجرد كديروا داك الراس الموس كيخرج لكم هاد الفاني، وكديروه منه. تقدروا تاخذوا داك الحليب اللي دفيتو تقدري ديروه فيه، تنسمو به لي كريم ديالكم، عنده عده استعمالات، وتحافظوا عليها في الثلاجه. انا هنا صراحه اول خطره خديته، وبغيت نبارطاجيه معكم الاخوات اللي باغين شي حاجه طبيعيه 100%. الا ساليتو منه كناخذ هذا الربع دابا اللي خويت، كنديرو في سنيده شي قرعه ديال الزاج تكون كتسد وكتحطوه فيه، راه داك سنيده هو اللي كيتبع لينا في داك الساشيات اللي كناخذو ديال الفاني، راه تيكون غير منسم، هما منسمين بالفاني اصطناعي، هذا غادي تنسموه بالفاني الطبيعي ديال سيدي ربي. صافي، هنايا غادي نزيد الكاس الاول، غندير 2 كيسان 120 غرام ديال السكر. كاس الاول درت فيه واحد الساشيه ديال 7 غرام ديال الخميره، وكنحاولوا ندخلوها الطحين. والفيديو راني مسرعه غير باش ما يجيش الفيديو طويل، وكل مره كندير شويه الطحين كنبداو نخلطو تدريجيا. وهنا غادي تلاحظوا معايا الخليط كيفاش خصو يكون باش يطلعوا لكم دوك لي كاب كيك وما يهبطوش، لان لي كاب كيك باش ينجحوا لكم الا كانت هكا الخليط شويه طالق راسو خفيف، راه كيطلعوا من بعد كيهبطوا. صافي، هنا كتبقاو تزيدوا الطحين ديالكم، راه نقدر نقول لكم 120 غرام 2 كيسان العنبه، ولكن تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا، لان الحجم البيض هنا هو اللي كيحكم لينا، وحتى الطحين راه كاين اللي كيشرب. صافي، هنا راه وجدت الكويغطات ديالي عادي من داك الورق ديال الطبخ اللي كنستعمل انا. هذه هي الطريقه ديالي، فايت ليا شاركت معكم الطريقه ديال باش تصيبوا، كيجيو فيه لي كاب كيك زوينين. صافي، هنايا غادي نبدا. شفتوا الخليط راه ثقيل ماشي خفيف بزاف باش يصدق لكم، وهذا هو اللي خرجت انا من خديت توت الباري هكا لي فرومبواز بالمجمد. صافي، كنحاول نفرتت شويه في الوسط، كتعرفوا بحال هادو تيكونوا محشوين بالشوكولاته او الفريز اللي عندكم،
كيعجب الوليدات، وضروري خصكم تعمروا الكويختات ديالكم تقريبا يفوت النص، ماشي تديروا شويه وتقولوا غيطلعوا. الا بغيتوهم بداك الشكل يجيو زوينين خصكم تجيبوهم تقريبا عليين، تعمروهم حتى الفم، لان مع الكويغطات يلا كيشدوا لين داك الشكل تيجيبوهم بها هكا، كيجي مقبب وكيعطيو المنظر وكيجيو الشكل ديالهم زوين. كما ذكرت لكم اللي ما عندهاش هاد لي فرومبواز ديروا قطعة الشوكولاط ولا ديروهم عاديين. وبالنسبه اللي باغيين المذاق ديال الشوكولا، هاد العجينه تقدروا تنقصوا شويه من الطحين وكتزيدوا واحد جوج معالق ديال الكاكاو، ولا الشوكولاته مذوبينه وتخلطوهم، راه كيجيكم لي كاب كيك بالشوكولات. وتزينوهم بلي بيبي دو شوكولا ولا الشوكولات غير مقطع. هاكا ينفعوا الوليدات في المدرسه، يديوها احسن من هذاك الشيء اللي كيشريو. راكم عارفين بحال هادو كيتباعوا، تيكونوا صغار في الحجم وغير المهم داكشي غير صحي، واخا كياخذوه مره مره، واخا بغينا ولا ما بغيناش راه كياخذوه. هنا راني خدمت الفران، شعلت الفران على 180 درجه، غادي ندخلهم نحطهم في الوسط وتكون العافيه من تحت حتى يطلعوا لينا. وكنشوف كتشموا ديك الريحه ديال بحال كتشموا ريحه تاكوك الكيك ديالكم طاب، وكتشوفوا الجوانب بداو كيتحمروا. صافي كنخليهم الفوق حتى تيتحمروا على حسب الفران، كما شفتوا الشكل ديالهم جاو مقببين وواقفين ما هبطوش نهائيا. الاخوات اللي ما كينجحش ليهم، هذه هي الوصفه صراحه اللي كنديرها، اللي معتمده عندي في لي كاب كيك، سواء ديال الشوكولات ولا العاديين. كيخرجوا كما طلعوا كيبقاو واقفين، ماشي دوك لي كاب كيك اللي كيطلعوا كتخرجيهم من الفران كيهبطوا. العجين خصو يكون شويه ثقيل، ولا درتو غير الزيت راه ما ذاق في الشكل، ولا درتو بشويه الزبده، ولا درتو نص الزيت ونص الزبده. انا داك كاس لاروب نقصت فيه شويه، درت غير نص كاس ودرت واحد جوج معالق الزبده مذوبين. وكما كتلاحظوا النتيجه قدام عينيكم. نتمنى ان شاء الله نكون عاونت الاخوات اللي ما كينجحش ليهم، لان شويه واخا في البساطه ديالها شويه صعيبه الوصفه، ولكن غير في الخليط كاين اللي كيديروا هكاك مطلوق وكيطلعوا ليهم من بعد ملي كيخرجوا من الفران كيهبطوا. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، والاخوات اللي انضموا لقناتي تنقول لهم مرحبا بكم. كنتمنى تلقاو في قناتي كل الوصفات اللي نتوما جربتوها ونجحت لكم، ونتمنى ان شاء الله حتى هذه الوصفه تجربوها. وكما كتلاحظوا مع كانت بنتي حدايا وانا كنحل وحده. كتعرفوا ملي كيكون الوليدات في الكوزينه وكدير لهم شي وصفه كتعجبهم كيفرحوا. اذا فرحوا وليداتكم ان شاء الله. كتشوفوا الداخل ديال الكاب كيك رطاب، رطبين وبنان، حتى داك الفاني اللي درت الفاني الطبيعي كيعطي واحد النسمه زوينه. نتمنى لكم الصحه والهنا ان شاء الله، الى فيديو قادم بحول الله.